عدت لحضراتكم، يقول الإمام السيوطي: المسألة الثالثة من مسائل الصحيح الكتب المخرجة على الصحيحين كالمستخرج للإسماعيلي وللبرقاني ولأبي أحمد الغطريفي ولأبي عبد الله ابن أبي ذهل ولأبي بكر ابن مرضويه على البخاري ولأبي عوان الإسفرني ولأبي جعفر ابن حمدان ولأبي بكر محمد رجاء النيسابوري ولأبي بكر الجوزقي ولأبي حامد الشرقي ولأبي الوليد حسن ابن محمد القرشي ولأبي عمران موسى بن العباس الجويني ولأبي النصر الطوسي ولأبي سعيد ابن أبي عثمان الحيري على مسلم ولأبي نعيم الأصبهاني وأبي عبد الله بن الأخرم وأبي ذر الخروي وأبي محمد الخلال وأبي علي الماسرجي وأبي مسعود سليمان إبراهيم الأصبهاني وأبي علي الماسرجي وأبي مسعود سليمان ابن إبراهيم الأصبهاني وأبي بكر اليزيدي على كل منهما ولأبي بكر ابن عبد الله الشيرازي عليهما في مؤلف واحد. نقول وبالله التوفيق، هكذا يقول الإمام السيوطي وموضوع المستخرج كما قال العراقي، أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. قال شيخ الإسلام: وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلى العذر من علو أو زيادة مهمة. قال: ولذلك يقول أبو عوانة في مستخرجه على مسلم بعد أن يسوق طرق مسلم كلها من هنا لمخرجه، ثم يسوق أسانيد يجتمع فيها مع مسلم في من فوق ذلك، وربما قال من هنا لم يخرجاه. قال: ولا يظن أنه يعني البخاري ومسلما، فإني استقريت صنيعه في ذلك فوجدته إنما يعني مسلما وأبا الفضل أحمد ابن سلمة، فإنه كان قرين مسلم وصنف مثل مسلم، وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد لها بها سندا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب. ثم إن المستخرجات المذكورة لم يلتزم فيها موافقتها أي الصحيحين في الألفاظ، لأنهم إنما يرون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم، فحصل فيها تفاوت قيل في اللفظ وفي المعنى أقل، وكذا ما رواه البيهقي في السنن والمعروفة وغيرهما والبغوي في شرح السنة وشبيههما قائلين رواه البخاري أو مسلم، وقع في بعضه أيضا تفاوت في المعنى وفي الألفاظ، فمرادهم بقولهم ذلك أنه ما روي أصله أي أصل الحديث دون اللفظ الذي أوردوه، وحينئذ فلا يجوز لك أن تنقل منها أي من الكتب المذكورة من المستخرجات وما ذكر حديثا وتقول فيه هو كذا فيهما أي الصحيحين، إلا أن تقابله بهما أو يقول المصنف أخرجاه بلفظه، بخلاف المختصرات من الصحيحين فإنهم نقلوا فيها ألفاظهما من غير زيادة ولا تغيير، فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك للصحيح ولو بلفظ، وكذا الجمع بين الصحيحين لعبد الحق. أما الجمع لأبي عبد الله الحميدي الأندلسي ففيه زيادة ألفاظ وتتمات على الصحيحين بلا تمييز. قال ابن الصلاح: وذلك موجود فيه كثيرا، فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيح وهو مخطئ لكونه زيادة ليست فيه. قال العراقي: وهذا مما أنكر على الحميدي لأنه جمع بين كتابين، فمن أين تأتي الزيادة؟ قال: واقتضى كلام ابن الصلاح أن الزيادات التي تقع في كتاب الحميدي لها حكم الصحيح وليس كذلك، لأنه ما رواها بسنده كالمستخرج ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا واشترط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك. يقول الإمام السيوطي: قلت هذا الذي نقله عن ابن الصلاح وقع له في الفائدة الرابعة، فإنه قال: ويكفي وجوده في كتاب من اشترط الصحيح
وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح، وكثير من هذا موجود في الجمع للحميدي انتهى. وهذا الكلام قابل للتأويل، فتأمل. ثم رأيت عن شيخ الإسلام قال: قد أشار الحميدي إجمالا وتفصيلا إلى ما يبطل ما اعترض به عليه، أما إجمالا فقال في خطبة الجمع: وربما زدت زيادات من تتمات وشرح لبعض ألفاظ الحديث ونحو ذلك، وقفت عليها في كتب من اعتنى بالصحيح كالإسماعيلي والبرقاني. وأما تفصيلا فعلى قسمين، جلي وخفي. أما الجلي فيسوق الحديث ثم يقول في أثنائه: إلى هنا انتهت رواية البخاري، ومن هنا زاده البرقاني. وأما الخفي فإنه يسوق الحديث كاملا أصلا وزيادة، ثم يقول: أما من أوله إلى موضع كذا فرواه فلان، وما عداه زاده فلان، أو يقول: لفظة كذا زادها فلان، ونحو ذلك. وإلى هذا أشار ابن صلاح بقوله: فربما نقل من لا يميز، وحينئذ فلزيادة حكم الصحة لنقله لها عمن اعتنى بالصحيح. ملحوظة مهمة جدا. يقول الإمام السيوطي: ما تقدم عن البيهقي ونحوه من عزو الحديث إلى الصحيح والمراد أصله، لا شك أن الأحسن خلافه والاعتناء بالبيان، حذرا من إيقاع من لا يعرف الإصطلاح في اللبس. ولابن دقيق العيد في ذلك تفصيل حسن، وهو أنك إذا كنت في مقام الرواية فلك العزو ولو خالف، لأنه عرف أن أجل قصد المحدث السند والعثور على أصل الحديث، دون ما إذا كنت في مقام الاحتجاج. فمن روى في المعاجم والمشيخات ونحوها فلا حرج عليه في الإطلاق، بخلاف من أورد ذلك في الكتب المبوبة، لا سيما إن كان الصالح للترجمة قطعة زائدة على ما في الصحيح. وللكتب المخرجة عليهما فائدتان، إحداهما علو الإسناد، لأن مصنف المستخرج لو روى حديثا مثلا من طريق البخاري لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج. مثاله أن أبا نعيم لو روى حديثا عن عبد الرازق من طريق البخاري أو مسلم لم يصل إليه إلا بأربعة، وإذا رواه عن الطبراني عن الدبري بفتح الموحدة عنه وصل باثنين. وكذا لو روى حديثا في مسند رواه عن ابن فارس عن يونس عن ابن حبيب عنه وصل باثنين. والأخرى زيادة الصحيح، فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما. قال شيخ الإسلام: هذا مسلم في الرجل الذي التقى فيه إسناد المستخرج وإسناد مصنف الأصل وفي من بعده، وأما من بين المستخرج وبين الرجل فيحتاج إلى نقد، لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك، وإنما جل قصده العلو، فإن حصل وقع على غرضه، فإن كان مع ذلك صحيحا أو فيه زيادة حسن حصلت اتفاقا، وإلا فليس ذلك همته. قال: قد وقع ابن الصلاح فيما فر منه في عدم التصحيح في هذا الزمان، لأنه أطلق تصحيح هذه الزيادات ثم عللها بتعليل أخص من دعواه، وهو كونها بذلك الإسناد، وذلك إنما هو من ملتقى الإسناد إلى منتهى. تنبيه هام جدا آخر. يقول الشيخ جلال الدين السيوطي: لم يذكر المصنف تبعا لابن الصلاح للمستخرج سوى هاتين الفائدتين، وبقي له فوائد أخرى، منها القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة، ذكره ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم، وذلك بأن يضم المستخرج شخصا آخر فأكثر مع الذي حدث مصنف الصحيح عنه، وربما ساق له طرقا أخرى إلى الصحابي بعد فراغه من استخراجه كما يصنع أبو عوانة، ومنها أن يكون مصنف الصحيح روى عن من اختلط ولم يبين هل سماع ذلك الحديث في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعده، فيبينه المستخرج إما تصريحا أو بأن يرويه عنه من طريق من لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط، ومنها أن يروي في الصحيح عن مدلس بالعنعنة
فيرويه المستخرج بالتصريح بالسماع، فهاتان فائدتان جليلتان، وإن كنا لا نتوقف في صحة ما روي في الصحيح من ذلك غير مبين. ونقول لو لم يطلع مصنفه على أنه روى عنه قبل الاختلاط، وأن المدلس سمع لم يخرجه، فقد سأل السبكي المزي هل وجد لكل ما رواه بالعنعنة طرق مصرح فيها بالتحديث، فقال كثير من ذلك لم يوجد، وما يسعنا إلا تحسين الظن، ومنها أن يروي عن مبهم كحدثنا فلان أو رجل أو فلان وغيره أو غير واحد فيعينه المستخرج، ومنها أن يروي عن مهمل كمحمد من غير ذكر ما يميزه عن غيره من المحمدين، فيكون في مشايخ من روى كذلك من يشاركه في الاسم فيميزه المستخرج. قال شيخ الإسلام وكل علة وعلة بها حديث في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها، فهي من فوائده، وذلك كثير جدا فوائد لا يختص المستخرج بالصحيحين، فقد استخرج محمد ابن عبد الملك ابن أيمن على سنن أبي داود وأبي علي الطوسي على الترمذي وأبو نعيم على التوحيد لابن خزيمة، وأملى الحافظ أبو الفضل العراقي على المستدرك مستخرجا لم يكمل. أما عن المسألة الرابعة في متن الإمام النووي تقريب الراوي، نلتقي بعد الفاصل، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.